السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد سيكون تعليقا عن نزال الملاكمة الذي حدث الأمس، النزال التاريخي في الوزن الثقيل بين ألكسندر أوسيك وتايسون فيوري. كالعادة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة. نلتقي بعد الفاصل القصير، ابقوا معنا. السلام عليكم مرة أخرى، نبدأ حديثنا وسنتكلم بشكل بسيط، يعني لن نتعمق في تحليل أو ما إلى ذلك. أولا تعليقي عن القرار الذي كان لصالح ألكسندر أوسيك، والحمد لله أنه توج فائزا بعد رؤية القتال بالكامل. نجد أن أوسيك أدى ما عليه، لكن أحد الحكام كان يمكنه إفساد الفرحة لهذا الأخير، يعني بإعطائه الفايت لتايسون فيوري. حقيقة لم أرى ما هي نظرته للقتال. نحن نتكلم عن دمج خاصة حتى يعني الجولة التاسعة التي تم اقترب سقوط تايسون فيوري من طرف أوسيك. صحيح البداية كانت لطريق وفي صالح ما تايسون فيوري، لكن الدمج والضربة الكبيرة والضربة الخطيرة هي التي تأخذ الجولة، هو معتاد وكما نعرفه جميعا. مع ذلك إعطاء الفايت لتايسون فيوري يعتبر خطأ بالنسبة لي. أنا رأيته أنه كان سينتهي 114 113 مقابل 111 لتايسون فيوري، عفوا لألكسندر أوسيك. مع ذلك ملاكمة معروفة بفسادها والأخطاء التي يقوم بها الحكام بشكل كبير، الحمد لله أن الأمر لم يقم ولم يتم البارحة. أيضا لما نرى القتال، الجولتين الأولى والثانية كانت في صالح أوسيك بشكل جيد جدا بشكل رائع. تمكن أوسيك من الوصول لتايسون فيوري مع الجاب الكبير الموجود في الرينج، مع ذلك استطاع رمي أوفر هاندز مرة يسرى مرة يمنى والوصول لوجه ورأس تايسون فيوري. لكن بعد الجولة الثالثة رأينا أن تايسون فيوري بدأ يحسب الرينج، ووجدنا أن الأبركات بدأت تصلح وبدأت تجد هدفها بشكل كبير. أصاب أوسيك فيها كثير من المرات. الجاب الخاصة بتايسون فيوري شكلت عائق كبير على ألكسندر أوسيك، ورأينا أن ألكسندر أوسيك تخلى عن الاستراتيجية التي كان يقوم بها في الجولة الثانية والأولى. وفي المقابل نجد أن تايسون فيوري بدأ يبني مومنتوم، بدأ يبني ريت إلى أن وصلنا إلى الجولة السابعة. وأنا حقيقة حدث لي ظرف توقفت عن مشاهدة القتال، واعتقادي أنه خلاص تايسون فيوري ذاهب للفوز بشكل كبير، يعني أغلقت كل الأبواب وكل المنافذ أمام ألكسندر أوسيك. الحجم وسرعة الجاب لتايسون فيوري بدأ تأثيرها يظهر، لكن هذه حلاوة الرياضة بشكل عام، يعني أنه كل شيء غير ثابت. يعني وبعد عودتي وجد أن ألكسندر أوسيك هو بطل غير الانديسبيوتد شامبيون. يعني لما عدت رؤية ماذا حدث، يعني لأفهم ماذا تغير، لأني أنا تركت القتال في طريق وفي صالح تايسون فيوري من الجولة الخامسة أو السابعة، خاصة الجولة السابعة لما شاهدتها وجدت أن القتال بدأ يهرب من ألكسندر أوسيك، ثم رأيت أنه أعاد فعل ما كان يفعله في الجولتين الأولى والثانية بشكل بسيط. بدأ يرجع المومنتوم، بدأ تايسون فيوري يختل الريتم الخاص به. الجولة التاسعة وهي الجولة القاسمة، الجولة التي حددت الفايت أين هو ذاهب، واحد اثنين بشكل سريع خاطف، وجد تايسون فيوري نفسه على شفا السقوط، كاد يمكن إنهاؤه لولا صلابته. مع ذلك استطاع إتمام الجولة وإتمام القتال. نجد أن الجولة مثلا الجولة الحادية عشر والثانية عشر، خاصة الجولة الحادية عشر، لو استطاع الرجوع تايسون فيوري نقول لك أن الفايت كان في صالحه، يعني لأنه الجولة الأخيرة كانت متهمش لو فاز بها تايسون فيوري، لأنه خلاص حسم ألكسندر أوسيك الجولات، يعني نتيجة الجولات السابقة كانت لصالحه بشكل كبير. يعني حتى لو كانت 10-9 لصالح تايسون فيوري، نجد أن القتال هو في صالح ألكسندر أوسيك. مع ذلك لما رأينا قرار الحكام، الحمد لله أنه ألكسندر أوسيك استطاع وأكمل بنفس النهج، قتال رائع، قتال تاريخي. ألكسندر أوسيك الآن يقوم ويكتب تاريخ بطل كروزر ويت، والآن هو بطل الهيفي ويت، بطل أولمبي، يعني قتال ولا أروع. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. هذا فقط رد فعل وتعليق على ما حدث البارحة. تعرفون قناتنا متخصصة بشكل كبير في الأمامية، الملاكمة بالنسبة لي شيء صعب قليلا ومعقد. أي تعليقات خاصة بكم لا تنسوا مشاركتها، كالعادة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة. نلتقي في فيديوهات أخرى، السلام عليكم.